أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الإكراه بالكفر خاص بالقول أو بالقول والفعل؟ خاص بالقول، إذا أتي على كلام الكفر ولم يكن له مخلص إلا بأن يربط بالكلمة مع اعتقاد قلبه الإيمان فيجوز، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا في القول، وسبب نزول الآية في كلام تكلم به بلال رضي الله عنه أكرهه عليه الكفار فنطق به، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم نادما وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. هذا في القول. أما الفعل أنه يذبح لغير الله أو يسجد لغير الله ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشركوا بالله شيئا وإن قتلتم وحرقتم. يجوز يشرك بالله. تعلمون قصة الذي ذبح الذباب، قرب الذباب للصنم، فدخل الناس